اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده مع دكتور مول حدوته النهارده عن شكل جسمك وازاي تقلل مستويات الدهون اللي موجوده على منطقه البطن. في الحقيقه ده سؤال كتير بيجيلي، وانا حبيت اجاوب ان اشكال الجسم بتختلف، منها زي الكوبيترا وزي التفاحه وغيره، لكن في الحقيقه ان الدهون اللي بتتكون حوالين البطن بيكون سببها الرئيسي هو تخزين الدهون او تخزين الوقود اللي جسمك بيستقبله عن طريق الكربوهيدرات وعن طريق السكر من الانسولين. الانسولين ريزيستنس مشكله كبيره جدا، الناس معظمها عندها 70% مننا عنده انسولين ريزيستنس بس ما بقاش عارف. في الحقيقه لازم تعمل تحليل اسمه الفاستنج انسولين، والفاستنج انسولين بيحدد لك مستويات الانسولين الموجوده في الدم. وفي الحقيقه الانسولين هو المسؤول الرئيسي اللي بياخد الوقود اللي هو السكر بيحوله للدهون اللي موجوده حوالين منطقه البطن. في الحقيقه ان الخلايا موجوده جوه الجسم بيجي لها وقود، والوقود ده بيبقى كتير زياده عن اللزوم. تخيل ان انت عمال تدي وقود 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 للخلايا اللي هو السكر السكر السكر، فبيبدا الانسولين ياخد كل الوقود ده ويحوله للخليه. يبدا الانسولين يتفرز من البنكرياس يديه للخليه عشان الخليه تقوم بنشاطاتها ووظائفها الكامله. لكن الوقود ده لما بيبقى كتير جدا بيبقى الخليه اوفر ويلد، يعني خلاص تعب مش عايزه تاني، فالانسولين اللي موجود بيبقى زياده عن اللزوم، فبيحاول ياخد السكر ده لان جسمنا متعود انه ياخد السكر ده، وبدل ما يحوله الوقود بيخزنه على طريقه الدهون اللي موجوده حوالين البطن. الانسولين ده لما بيعلى جوه الجسم بيسبب مشاكل كتير، مش بس كده بيحصل حاجه اسمها انسولين ريزيستنت، يعني خلاص ما بقاش ليه وظيفه وبيعمل مشاكل، وهي تايب 2 دايابيتس، يعني السكري من النوع التاني. امراض السكر وامراض الدهون بتظهر كتير جدا في الناس اللي عندها انسولين ريزيستنت. لكن في الحقيقه ان شكل الجسم كمان بيتغير للسيدات بالذات اللي عندهم مشاكل او الدهون بتتركز في المنطقه السفليه من الجسم، وده عن طريق مشاكل اللي بتحصل للهرمونات الانثويه. الحقيقه لما الطبيب بيشوفك او بيشوفك بيحدد مستويات الهرمونات الموجوده في الجسم وبيشوف مستويات الانسولين ريزيستنت وكمان مستويات الهرمونات الانثويه، وفيها بيحدد خطه علاجيه عن طريقها بيعالجك عن طريق الدايت مش عن طريق الهرمونات. عايزك تفتكر دايما ان انت لو خدت هرمون عن طريق الدم الهرمون بتاع جسمك هيوقف مش هيشتغل تاني، زي مثلا الناس اللي بتاخد الجروث هرمون وبتبقى بتعمل عضلات وكده، وده مش صح لان الحاجات دي بتتاخد بطريقه معينه وتحت اشراف طبيب. الانسولين في الحقيقه عشان نبدا نظبط تاني الموضوع ده لازم تعدل من طريقه اكلك. طريقه اكلك لازم تكون بتبدا بالخضار، والخضار اقصد بيه السلطه، جزء كبير جدا لازم تاكله 6 كابس بير داي. يعني كتير جدا من الناس ما بتاكلش سلطه او ما بتبداش اكلها بالسلطه. السلطه في الحقيقه فيها كمان نسبه عاليه من البوتاسيوم اللي بيقلل نسبه افراز الانسولين ريزيستنس. الحقيقه السلطه من اهم حاجه لازم تبدا بيها بكميه كبيره، وبعد كده تبدا تاكل البروتين. بعد ما بتخلص البروتين تبدا تاخد كربوهيدرات قليل جدا، وتحاول تظبط اكلك ان الكربوهيدرات لو هتكون كتيره، النشويات زي مثلا الرز وزي المكرونه، في اليوم ده لازم تكون بتبذل مجهود كبير او بتلعب رياضه.